السلام عليكم اسهل طريقة انك تدور شيت بعدد كبير من الشيتس داخل ورك بدون استخدام كود الفيجوال بيسك، الان لما تشوف الاسهم هنا لو نضغط يمين ويسار يودينا اللستة عشان نشوفها، ولكن لما تحدد عليها شوف كيف يطلع لنا خيار هنا لو نضغط رايت كليك يبين لنا كل الشيتس الموجودة داخل ملفك، فالان لو مثلا اضغط حرف الميم بالمثال شوف ودانا لصفحه او شيت مثال، خليني اقول ابي احولها للانجليزي وادور شيت اسمه تيست، شوف كيف وداني الشيت تيست. هذه بالنسبه لاسهل طريقه اعرفها انك تلقى شيت معين داخل ورك بوك. ويعطيكم الف عافيه، ان شاء الله فتكم ولا هنتوا لايك وسبسكرايب لتعم الفائده، شكرا.